السلام عليكم، انا مصطفى عاطف ودي الحلقه 57 من تركيا انجلش او انجلش فليكس. ما تنساش بقى البتاعه دي ما عندي على الفيسبوك او على اليوتيوب، ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. بص يا سيدي، عندك كلمه بيتزا بالانجلش او بالامريكان، بص اسمها بيتزا تاني بيتزا، وكلمه بيبسي هي اسمها بيبسي بيبس، مش بيب. وده مش بروح اقول لك روح تروح عند اسمه ايه محمود للبيتزا والسجق، لا بلاش اسمه ايه، عايز اي محل بيتزا بسرعه. وده مش معناه ان انا بقول لك تروح عند ابو مازن السوري تقول له عايز بيتزا وبيبسي خالص، انا بس بقول لك ان البيتزا كانت اسمها بيتزا والبيبسي اسمه بيبسي. لو رحت قلت الراجل هات بيبسي هيحدفك بالكنزيه في راسك، بس انا بقولها عشان تبقى عارف. فلو انا عايز اقول بقى I am eating pizza and drinking بيبسي، عاوز اعمل لها كده على اخدها على بعض كده بشكل لطيف شيك كده واعمل لها لينكينج بسيط. بص I'm eating pizza and drinking Pepsi. تاني I'm eating pizza and drinking Pepsi. في فرق كبير قوي لو قلت I am eating pizza and drinking Pepsi. حتى لو تقولها صح او انت شايف ان هي مش غلط هتقولها I am eating pizza and drinking Pepsi. بص ركز كده I'm eating pizza and drinking Pepsi. بص بشيل الدي اللي بتاعت and I'm eating pizza. بص انت كده water later عشان هي ما بين تو vowels اللي هي اللي هو الاي والاي، الاي اي هنا والتي في النص بعدين اي. I'm eating pizza and drinking Pepsi على بعض من غير ما اوقف، وده بقى ده اللينكينج ازاي هربط الكلام مع بعض. I'm eating pizza and drinking Pepsi. What about you؟ وانت بقى بتعمل ايه؟ What are you eating؟ I'm eating pizza and drinking Pepsi. What about you؟ انت بتاكل ايه؟ انا باكل بيتزا وبشرب بيبسي. وانت بتاكل ايه؟ تاني I'm eating pizza and drinking Pepsi. What about you؟ What about you؟ بس كده.